سلام صحبتي الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين في الحياة ديالكم. اليوم غادي نشارك معكم فلوغ، ولهذا قلت علاش لا غادي نبقى نجاوبكم في الفلوغ البنات مرة على الحاجات مثلا اللي كتسولوني عليهم، على لي برودوي اللي كنستعمل لوجهي، اي حاجة سولتوني عليها نبقى مرة في الفلوغ نجاوبكم عليها ونوريكم يعني اشنو مجربة، ولا نجاوبكم على السؤال ديالكم اللي كانت عندي شي فكرة. مهم، اليوم بزاف منكم كتبقاو تسولوني على هاد الكريم كلينيك، واش زوينه واش لا. صراحه انا كتعجبني وكنديرها البنات هذه غير في الصباح، لحقاش فيها كما كتشوفوا 20 اس بي اف، يعني فيها الوقايه من الشمس 20، هي قليله ولكن بعدا الا بغيت ندير الماكياج في هذا الوقت اللي باقي ما سخنش الحال بزاف كنستعملها هي، ولا مثلا بقيت غير في الدار نديرها هي وصافي. صراحه رائعه، ما عندي ما نقول عليها غير هذه، راه ديال البشره كيف ما كتشوفوا دي البشره المختلطه، ولهذا لا بغيتو شي كريم حاطين، يعني بغيتو تجربوا كريمات كلينيك ولا كتسمعوا عليهم مزيان وبغيتو تشريو شي وحده مع البشره ديالكم ناشفه، ما عليكم تمشيو للمحل وتقولوا لهم مثلا بغينا كلينيك سوبر ديفنس، تكون نعمه ديال البشره الجافه، وغادي يشوفوا لكم شي حاجه اللي كتشبه ليها، يعني للبشره الجافه شي حاجه اللي تكون مغذيه. المهم نتوما ديما قول لهم شنو محتاجين للبشره ديالكم، مثلا واش محتاجين شي حاجه للتغذيه ولا لازاله المانشاس، ولا يعني هما غادي يعطيوكم ديك الساعه شي حاجه من لامارك كلينيك اللي كانت كتعجبكم كلينيك. المهم وبالنسبه لي للبنات كما كتعرفوا كن دابا كنجرب هذه ديال البيا اورورا، ومؤخرا ندير الصراحه ما كتعجبنيش كيفاش كتبقى في البشره ديالي، وكنخلطها مع هذا الزيت هذا ديال فيتامين او، هذا اللي كان حماق عليه الصراحه البنات، كنديروا شعري كنديروا كل شيء زوين بزاف كنخلطوا معاها وكنديروا، ولكن راني قربت نسالي هذا بنوريكم شحال بقى فيها، وكيبان لي ما نعرف ما عرفش غادي نشري وحده اخرى ولا غادي نحبسها، لحقاش الصراحه هاد المده هادي ما بلياش بزاف النتيجه، وخا يلا 15 يوم هادي يمكن كملتها 18 يوم كنظن، لحقاش كنت لا يعني شي كدا وراه شهر وشي حاجه ما ديوش عليا البنات، كنت جربتها نهار 15 شهر 2 ودابا حنا 18 شهر 3، يعني راه اكثر من شهر وما عجبتنيش النتيجه ديالها، ما عرفتش غادي نحبسها ولا غنزيد، يعني ما كتخليش ليا اللون ديال البشره ديالي ما تعجبنيش، يعني من بعد ما كنغسل وجهي في الصباح ماشي بحال هاد سنو وايت هذه الكريم اللي كتحمقني، كنخلطها ديما مع هاد الفيتامين او ولا مع واحد السيروم اللي كنوريه لكم شحال من مره، صراحه كتخلي ليا وجهي كنوض الصباح كيعجبني اللون اللي كتخلي ليا فيه. انا غنوريكم شحال باقي ليا في هاد الكريمه ديال بيا اورورا، باقي غير في الجناب وداكشي وما عرفتش غنكملها صراحه، ما عرفت البارح مثلا راني درت ديال سنو وايت لحقاش صراحه توحشتها، توحشت كيفاش كتخلي البشره ديالي، يعني صراحه ولفتها بزاف مع جات مع البشره ديالي مزيان. نتوما البنات اللي مجربين هاد بيا اورورا كي جاتكم واش عجبتكم واش لا؟ انا صراحه ما شيتش على شي حاجه خايبه، ولكن في السوق ما ارتحيتش ليها، ما عرفتش علاش، واش لحقاش ما بانتش نتيجه بسرعه بحال هذه ديال سنو وايت، صراحه ارتحت معاها من اول وحده ساليتها، يعني شريت الاخرى يمكن ما عرف عندي بلا حساب، يعني شحال من وحده ساليت واش 10 واش 9 ما عرفتش الصراحه بالضبط شحال. المهم هادو هما المنتجات البنات اللي زعما سولتوني شويه عليهم في التعاليق. بالنسبه لهاد الفيتامين او تقدروا تلقوه في اي فارماسيه تقول لهم عطوكم 30 وكاين 70، يعني هادو راه المركز، ولا كتبتوا هاد لامارك بالضبط قلبوا كتبوا هاد السميه هادي وقلبوا عليها في امازون راه تلقاوها. بالنسبه لهاد البارفان هذا البنات اللي كتسولوني عليه بزاف، حتى هو راه كاين في الكاريفور، كنت درت عليه فيديو خاص وعاود هضرت عليه في واحد الفيديو عاوتاني، ولكن باقي تسولوني عليه. المهم هذا كاين في كاريفور، كاين في دروني، كاين في بريمور، يمكن ما عرفتش، كاين بزاف ديال المحلات. بغيت نجاوب واحد البنت اللي كانت قالت في الانستغرام في واحد التعليق عندكم تشريو هاد البارفان، عرفتي راه نصحتني به وشريته ولقيتو حالته، يعني انا اول حاجه قبل ماشي كنقول لكم جريو شريو هذا البارفان هو على غيعجبكم، كنقول لكم جربوه لحقاش ماشي كلنا عندنا نفس الذوق، انا كنحمق عليه وكيعجبني بزاف 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 الريحه ديالو. قلت لكم البارفان اللي كان كيشبه لي لواحد ديال ديوغ شبه لي انا بعدا، اولي هذا كيعجبني وكناخذو كيجي الثمن ديالو جد مناسب، يعني 20 اورو وديال ديور داير 80 اورو، يعني ما عندي ما نقول عليه، وكيبقى زعما في الحوايج تقريبا 24 ساعه ولا اكثر على حسب، الا كان حوايج يعني يلاه مصبرين وشريتي عليهم كيبقى 24 ساعه. دابا البنات غندير نوجد الخلطه ديال الزويت ديالي اللي موالفه كندير دائما قبل الحمام، بغيت نشاركها معكم وخا فايت درت لكم فيديو ولكن بزاف منكم ما كتلقاوه. المهم غادي دابا غندوب هكا الدنيا، غندوب زيت الكوكو هذا اللي خاص بالطياب وبالاكل، ما عندي واحد اخر بالحق هذاك نخلي غير الدهن اللي خاص بالجسم والشعر، اما هذا خاص بالاكل. المهم دريتي وتوريكم كما كتشوفوا راه دابا هذا مجمد، غنمشي ندير دابا يدوب حمام مريم، هادي القرعه البنات شفتو سالاتها. دابا غنبدا ندير فيها الزيوت دانيه، المهم ندير الدواء هنايا باش ما يمشيش ليا الزيت. غندير فيها البنات الفيتامين او باش تعطي ليا دانيه. المهم غندير زيت اللوز هذا،
بالنسبه للقدره بنت كندير القدر اللي درتو في يعني نفس القدر من جميع الزيوت. دابا غادي ندير هاد الفيتامين او البنات هذا ما غاديش ندير منه نفس القدر لحقاش مكونسونطري غندير بجهد معلقه كبيره صافي. كما قلت لكم كونسونطري داكشي علاش زوين بزاف البنات هاد الفيتامين او والله رائع للبشره والشعر وكلشي كلشي كلشي الا قديتو زعما توصلوا به يعني شي واحد اللي تشريوه من عنده زوين بزاف. دابا غندفى البنات زيت بودر العنب اللي هو غني بالفيتامين او وكلهم هاد الزيوت اللي عندي راهم طبيعيين البنات 100% كما كتشوفوا. ديري زعما توريكم هادو هادو البنات كندير نفس القدر تقريبا كما كتشوفوا. وغادي نضيف دابا زيت لافوكا اللي هي رائعه هاد الزيت البنات كنصحكم بها حتى هي فيها فيتامين او الزيوت كلهم فيهم فيتامين او عالي كما كتشوفوا. ودابا باش ما نزيد غادي نزيد غنزيد ديال الارغان وديال الارغان غنقلل منه اعطيها كماما هادي ديري معايا تيبا توريكم هادي غنقلل الماء ما غاديش ندير نفس القياس لحقاش هي شويه غاليه واصلا هي زوينه زعما كونسونطري على الاخرين لهذا غندير هي منها تقريبا جهد نصف ديال الكميه اللي درت من الاخرين. دنيا دنيا تيبا توريكم هاي كثرت. المهم دابا صافي خلي زيت الكوكو دابا البنات غنضيف زيت الكوكو بعد ما ذوبتو في حمام مريم دانيا. وهنا كما كتشوفوا البنات درت هنايا دابا 6 ديال الزيوت باقي خاص زيت نقدر نزيدو يعني زيت العود ولا ديروا اي زيت بغيتوا اخر كيعجبكم. انا في هذه الحاله غادي نضيف ليه زيت العود ولا نخلي غير 6 زيوت ماشي مشكل على حسب. سمحوا لي البنات دانيا شويه مامي مشيت تفرج في الرسم ماشي يا بنتي قلت لكم البنات دابا غنزيد فيهم شويه زيت العود ولا كنظن نخليهم غير 6 ولكن اللي درت المره اللي فاتت راه شاركت معاكم اشنو درت فيه. اللي ما عندكم جميع هاد الزيوت البنات تقدروا ديروا شعركم يعني بزيت العود ولا ديروا جوج زيوت ولا ثلاثه يعني قد ما كثروا قد ما حسن كتعطي الفائده ديالهم حسن. وصراحه انا هادو هما المفضلين عندي يعني 100% وكيف ما قلت لكم زيدوا عليهم زيت العود هاد السبعه الزيوت هما المفضلين عندي وكان ملي كنديروا مشعري صراحه كنشوف النتيجه. وصافي البنات نخليكم دابا نمشي ندير هاد الزيوت لشعري يعني حمقاتني مع التليفون. بالنسبه للزيت البنات راه كنديرها ساعتين قلت لكم شحال مره ولكن اكيد معاك كيجيو بنات جداد وهذا ما كيشوفوش الفيديوهات اللي فاتوا كنديرها من ساعتين ولا اكثر يعني دانيا مينيمو ساعتين يعني نقدر نديرها النهار كامل نقدر ولكن كنحاول نديرها زعما ساعتين مينيمو كنحاول ساعتين ساعه ونص ولكن الاكثريه كنخليها يعني مينيمو ساعتين وصافي وكنخليها تخليوها فشي بلاصه ما تقصاش يعني الشمس حسن شي بلاكا في يعني مظلم وهذا باش كتبقى يعني تبقى مزيانه. وصافي البنات نخليكم دابا بالصح لحقاش دانيا كدير لي بيتيز كدير القبحه بنات شوفوا درت كيكه ديال الزنجله. اول مره ندير كيكه بهذه الطريقه يعني كيكه نفس الطريقه اللي كندير دائما اللي شاركت معكم بزاف ديال الفيديوهات بزاف ديال الفلوغات. ثلاثه البيضات دانون كاس ديال الزيت العبار ديال كاس ديال دانون كاس ديال السكر وصافي الطحين وشي الخميره وصافي يعني راه ديما كنشاركها معكم. هاد المره شنو درت البنات دهنت المول دانيا هاد النهار متحمقني دهنت المول بالزنجلان وكثرته وديما كنبغي نديرها بهذه الطريقه وتنخاف يتحرق الزنجلان ولكن ها هو تحرق شويه من هنا شويه وحيت تحمر اكثر من القياس وما عرفتش كي ما عرفتش نقطع حتى تبرد ونشوفها كي جات. درت الكيكه يعني بين ما نزيد كيدير شعري درت الكيكه وكنجمع شويه الكوزينه مع الكيكه وصافي ملي غتبرد نقطعها ونوريها لكم. هي دانيا معايا كتفرج كدير القباحه عليكم البنات من بعد ما بردات هانتوا واش كتبان لكم مزيان. المهم جات ترطيه دابا من الداخل ولكن هاد البلاصه هادي اللي فيها الزنجلان كنت كثرت بزاف شوف شحال درت هادي اول مره كيبان لي كثرت بزاف غندوقها زوينه بحال ديما غير هي داك الزنجلان زايد مذاق ديال الزنجلان مقرمش ما عرفتش فهمتوني. المهم زوينه غير هو لابد ديروا الزنجلان. دابا صحباتي العزاز جات عندي الوالده وكنوجد لهم في الكوتي لحقاش جاو شويه فوقيت الكوتي عندي شي حاجه خفيفه لحقاش مورا نيت غادي نتعشاو ماشي كوتي ثقيل شي حاجه خفيفه وصافي ندير قهوه حليب وغادي نوجد
صافي نحط غير الكيكه وصافي. جيت من ماما لقاتني يلاه صاوبتها نيت وداك الشيء وغادي نتعشاو مع بعض. لهذا قالت لي ماما اصلا بلا ما دير الكوتي وهذا حنا نتعشاو بالحق. انا قلت لها ضروري نشرب قهوه درني راسي. لهذا كنحط لها نعطيني نشوف واش تعجبها الكيكه ديالي. شافتها عجبتها في الديكور قالت لي زوينه كيفاش جا الزنجلان يعني من فوقها هكا. ودابا غادي نشوف واش غادي تعجبها في المذاق. كنظن غادي تعجبها. انا صراحه عجبتني البنات يعني خصوصا ديك القرمشه ملي كتعضي كتحسي بالزنجلان المقرمل. جات لذيذه صراحه ما عندي ما نقول عليها. جربوها ولا فايت لكم جربينها يعني هكا قولوها لي في التعليق. وصافي البنات كما كنشوف ماما عجبتها الكيكه قالت لي راه جات زوينه. ولهذا بقى نديرها بهذه الطريقه. في الاول صراحه ما عجبني جاتني بحال قاصحه شويه بالحق. ملي كتاكليها كتحسي بالرطوبه ديال الوسط وديك الجناب كيف ما قلت لكم قرملي كتحسي بواحد ما عرفتش كيفاش نشرح لكم واحد المذاق زوين وما عرفتش كيفاش نشرح لكم. مهم عجبتني في الاول كما قلت لكم خفت وقلت ويلي كي جات ما كنتش على هادي هكا. ولكن دابا بقى نديرها ديما بحال هكا. واصلا الزنجله كما كتعرفوا راه صحي ماشي حاجه خايبه. ولهذا نعطي راسي 10/10. عمركم شفتي شي وحده كتعطي لراسها 10/10؟ هي انا. ودانيا كما كتشوفوا كنسجل وهي كل مره كتجيب العجين توريه لكم اللعاب ديالها. المهم الحماق ديال دانيا بحال ديما. ودابا البنات غادي نوجد كويز ديال اتاي. غادي تقول يلا درتي الكوتي وكدير اتاي. لحقاش البنات غادي نديروا الشواء. وصراحه خصوصا فوقيت البرد ما كنحملوش نهائيا. انا بعدا ماما اللي كتعجبها المناضه ولكن كنحيدوها لها كنقولها لا راه ما مزيانش يعني الشواء والبروده ما مزيانش. ولهذا كندير اتاي نديروا اتاي ديما مع الشواء. وكنحطوا حتى المناضه بالحق مؤخرا ولينا انا بعدا في داري حيت المناضه نهائيا. كنشربها مره مره الا تشهيتها. انا كنشرب غير لاطه باش ما نضطروش اننا نشريوها. ومؤخرا اللي درت الصراحه شرينا واحد القرعه صغيره لحقاش تهينا ولكن عرفتي شحال كنبقاو مده طويله ما كنشربوهاش لحقاش صراحه غير صحيه. هذيك المناضه فيها غير لي غاز جميع انواع الحاجات اللي فيهم الغاز خايبين. وكما كتشوفوا انا عمرت كويز ديال اتاي درتو واحد اتاي ما نعاود لكمش البنات. مشحر 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 ما تشهيتكم تكونوا معايا وتذوقوه. وبالنسبه كيما قلت لكم البنات العشاء يعني ما احتاجش ندير شي حاجه صعيبه. قدرنا غير شوا وصافي. هنايا غنحط لهم شويه الزيتون باش ينقبوا هذا وصافي. ودرت شلاضه عاديه. شوف ايدي مارت مالها كتفافى كنبغي نحطها هنا وكطيح في الطبله. وصافي البنات انا من عشاق هذا الزيتون هذا كنحمق عليه ما كرهش كل اكله يكون هذا كيكون معمر بانشوا. انتوما البنات كيعجبكم الزيتون ولا لا؟ ولكن اكيد ديال المغرب هو الطوب طوب طوب اللي كنحماق عليه 100% ما يبدل ليا حتى شي واحد. ولكن هذا كيعجبني هكا كما قلت لكم مره ناكلو نقبو ناكلو غير هكا بوحدو ولا نحطو مع الماكله. ولكن ديال المغرب كنحماق عليه ما يحيد ليا حتى شي واحد. تقدروا تحطوا لي اللي حطيتو ناكلو كامل نسالي لكم الطباسل. لهذا اللي جيت عندكم وكان عندكم شي زيتون بلا ما تحطوه غنساليه لكم كامل. ودابا البنات غادي كيما بدي يصير غنوجدها ونحطو على جنب. درت غير دانون والخوخ صافي ساهل ماهل ما تحتاج شي حاجه خارقه للعاده. غنحط دانون في التحت تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. ومن بعد ندير فوقه الخوخ ومن بعد شويه الشوكولاته صافي. كيما شفتي البنات هذه العشيوه ديال اليوم ساهله مهله ما كتحتاج شي حاجه صعيبه ولا سهله مهله ديال المعكازات بحالي. بيني وبينكم البنات ماشي ديما معكازه مره مره. او صافي صحباتي العزاز هذا هو الفلوق ديال اليوم. كيف ما كتشوف ماما هنا راه كتلعب مع دنيا العجين. لحقاش ما جاوش خوتي الصغار بقاو مع خويا ولهذا كدير لها ماما الخاطر وصافي. ودنيا ملي كتشوف ماما شحال كتولي قبيحه كنظن كاع الوليدات ملي كيشوفوا جدودهم كيديروا قباحه. ولهذا خليها حتى تمشي ماما تفهم معاها. وصافي صحباتي العزاز تهلاو في راسكم. كنتمنى الفلوق ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش تعجبكم ديروا لايك. كنبغيكم بزاف 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 بزاف. تهلاو ليا في راسكم وحتى الفيديو ولا الفلوق الماجي ان شاء الله. ولا نتلاقاو في الانستغرام دابا نيت. وما تنساوش كنبغيكم بزاف 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 بزاف.